جميع اللعاب اللي قدموا مجهودات اليوم صراحه داود هذا الفوز للشعب المغربي، وحنا راه ديما معاكم واخا كي خسرتوا كي ربحتوا، حنا راه فخورين بكم وشكرا. تفرجنا في الماتش كله من البداية حتى النهاية، صراحة فرحونا الأسود المغاربة، كنتمناو لهم النجاح والتوفيق في قطر، وحنا مشجعينهم ومتابعينهم إن شاء الله، كنتمناو يجيبوها الأولاد ديالنا إن شاء الله.